معاكي الدكتوره هاله السيد احمد الشلشلاوي. اهلا وسهلا يا فندم. انا فتحي عبد السلام عميد سابق من المحاربين القدماء. اهلا اهلا بابطالنا ورجالنا العظام. اهلا وسهلا يا فندم. امال فين الدكتوره الصغيره اللي كانت معايا من شويه؟ لا لا ما تشغلش بالك بالصغيره دي، انا موجوده مع حضرتك. انا الحقيقه مش عايزها تاخد على خاطرها مني، اصل انا زي ما تقول انفعلت عليها شويه لما قالت لي ان عبد الناصر خلاص مات. والله يا فندم احنا مهمتنا هنا اننا نتحمل زوارنا وضيوفنا، بس انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. ليه حضرتك انفعلت عليها لما قالت ان عبد الناصر مات مع ان دي حقيقه فعلا؟ لا يا دكتور، حضرتك فاهمه غلط زيك زي كل الناس. الاشخاص والبني ادمين هم بس اللي بيموتوا، لكن الاحلام والافكار عمرها ما بتموت ابدا. عبد الناصر الله يرحمه كان حلم في حياتنا، كان فكرة عظيمة وحلم كبير كلنا حلمناه معاه. واذا كان هو سابنا ومشي فمن الغباء ان احلامنا تموت معاه، ولا هنموت كلنا. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر. أكتر من 40 سنة عدت على موته، والزمن اتغير كتير قوي، والناس اتغيرت أكتر. عجلة الدنيا ما بتقفش، ولا الزمن بيرجع لورا يا أستاذ فتحي؟ 40 سنة وأكتر يا دكتورة عدوا، ده صحيح، بس الزمن رجع بينا لورا 300 سنة. زمان كان كل دول العالم بتعمل لنا 1000 حساب، لكن دلوقتي للأسف أصغر وأحقر الدول بيرفعوا صوتهم علينا وعايزين يشترونا بفلوسهم. زمان يا دكتورة عبد الناصر أمن قناة السويس ورجعها للمصريين، ودلوقتي في مصريين زينا تمام أرضينها للبيع وللإيجار كأنها شقة مفروشة أو بسكليتة. ده أمر واقع للأسف، لازم نحاول نغيره ونصلحه، لأن هروبنا منه مش حل، ده مرض. حضرتك راجل مقاتل وعارف إن الهروب من الميدان جبن وعار. أنا ما هربتش، أنا حاربت وانتصرت وقمت بدوري في زمني، ودلوقتي جه دوركم انتم عشان تحاربوا وتحاولوا تلحقوا الزمن قبل ما يفوتنا اكتر.